بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. شباب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، يا رب بخير جميعا. معكم علي فاروق مشار ومكملين مع بعض إن شاء الله بإذن الله بعد ما انتهينا بفضل الله عز وجل وبمجهود حضراتكم من التوتوريال اللي كانت خاصة بالـ HTML الإصدار الرابع. هندخل بعدين على الليفل الثاني، على الستيج الثاني. هنتكلم ان شاء الله باذن الله عن تقنيه من تقنيات البرزنتيشننج المظهر، يعني هنتكلم عن CSS. يعني التوتوريال اللي احنا هنمشي فيها كده مع بعض، يعني هنحاول ايه نتكلم بقى عن الارضيات والسقف والالوان وهنشيل الريح ونحط مكانه ريح ثاني كده ان شاء الله باذن الله. هنحاول نتحكم في البرزنتيشننج الشكل العام، اللي اوت للصفحه، وشويه الادوات اللي بتديها لنا التقنيه بتاعه السي اس اس اللي احنا هنشتغل عليها ان شاء الله باذن الله مع بعض. الفكره بتاعت سي اس اس ان هنتكلم في سي اس اس 2، وطالما حديث عن 2 يبقى هنتكلم عن 2.01 لان ده اخر سبيسيفيكيشن نزل بعد منه دايركتلي على طول كانت مين سي اس اس 3. ونفس السؤال بتاع احنا ليه ندرس سي اس اس 2 لما ممكن ندرس سي اس اس 3، نفس الفكره بنفس السؤال بتاع اتش تي ام ال 5 برضه. اعتبر ان انت بتدرسه في سي اس اس 2 الكور بتاع سي اس اس 3، يعني هي بس مش هي يعني هي نواتها او جزء منها، وضف لها بقى الحاجات الكتيره الثانيه بتاعت الانيميشن والكلام ده يعني، تمام. فانت مش خسران حاجه، لان انت لما بتبتدي سي اس اس 3 وانت عندك خلفيه عن الاليمنتس والقيم بتاعتها، فانت على الاقل ايه هتحاول تختصر في الوقت وتمشي بشكل كويس في المجال اللي انت ماشي فيه. ده بخصوص انا بدرس ايه هو ليه جيد. اوكي، بخصوص بقى الماده العلميه ان شاء الله باذن الله هتكون الحلقات هتتراوح ما بين 35 ل 40 حلقه. طبعا ان شاء الله باذن الله هنحاول نخليها ما تكونش زي مش طويله، يعني مش هتكون حلقات ان شاء الله باذن الله مش هتوصل لساعه ولا الكلام ده. قدر الامكان ان شاء الله باذن الله هنحاول نخلي القصه ديت انجاز التعبير. هنمشي على مستويين او هنقسم التوتوريال نصين. نص هنتعلم فيه البيزكس، بمعنى ادق هنتعلم فيه التاجز بتاعت اتش تي ام ال اللي السي اس اس بتديني امكانيات اني اغير في البروبرتيز بتاعتها علشان اديلها قيم معينه. هي دي كل الفكره، ده اللي هياخد معانا تقريبا تلتين الكورس، نسبه كبيره من الكورس. التلت الثاني بقى هيكون مستوى الادفانسد شويه، بس محتاج منك حبتين تركيز نتعرف فيه بقى ازاي ايه الفلوتنج واللايرنج والبوزيشننج وشويه مفاهيم جميله جدا عشان تتحكم في اللاي اوت بتاع العناصر بتاع الصفحه تبعك. رايت ماشي. اوكي، بخصوص نظام الدراسه ان شاء الله باذن الله احنا هندرس على بيئه برا ادمودو، المكان اللي هو هيكون فيه بقى ايه جوائزنا الرقميه ومكافاتنا والديسكشنز بتاعتنا والنقاشات والكلام ده، هتكون ان شاء الله باذن الله بيئه سيكولوجي. وهنشرح زي ما احنا كنا شغالين الاجزاء اللي احنا محتاجين نستخدمها، هنبتدي نوضحها فين في تباعا، يعني اخر الحلقه ديت اخر نفس الحلقه ديت هنلاقي فيه شرح بسيط لازاي انا بعمل ساين اب على بيئه السيكولوجي وازاي بقى الاقي ادخل على بالاكسس كود بتاع التوتوريال بتاع الفصل الافتراضي اللي احنا بنشتغل فيه مع بعض جوه البيئه ديت. وبعدين بعد الحلقه اقول انت تعلم ازاي بقى نرفع التكليف والستايل بتاع الحلقات هيكون ازاي. فايه سنه ان شاء الله باذن الله، بس مش هنتعلم مش يعني هيكون بعيدا عن ادمودو، هنحاول نجرب بيئه تانية ليها امكانيات كتيره وفيها وممكن تساعدنا في حاجات كتير يعني ان شاء الله باذن الله، ومنها احنا كده كده الاثنين بنتعلم مع بعض ان شاء الله باذن الله يعني. رايت. طب بالنسبه للناس اللي كانت بتتضايق من موضوع التكليفات، يعني طب التكليفات ديت انا مش هنتنازل عليه باي حال من الاحوال. ده مش على حاجه في نفس يعقوب ولا اي شيء، ده بس علشان حاجه تثبت لي ان انت فهمت وشفت وكتبت الكود تبعك. جميل. النمط من انماط التعلم اللي احنا شغالين فيه مع بعض اسمه اكتف ليرنينج تعلم نشط، قايم عليك انت مش قايم عليا انا بالضروره. انا معايا التايم لاين بتاعي وابتدي اشرحه، بس انت بيبقى عليك الدور ان انت جات لك الفرصه فبتبتدي يمكن تطلب بقى على مصدر بره تاني وتقول والله وصلت المعلومه ديت فعايز اشوف مدى عمقها اتعلم منها. ده اللي انت المفروض تمشي فيه يعني، او ده المفروض اللي هو يكون يحصل يعني ان شاء الله باذن الله. فاللي انت بتسمعه بتنساه، رايت. اكتف ليرنينج اللي انت بتسمعه وبتشوفه احتمال تفتكر منه، ولو افتكرت منه هتفتكر شويه قليله. طيب اللي انت بتسمعه وبتشوفه بتبتدي تسال وتناقش فيه، ها انت كده ابتديت تفهمه. طيب اللي انت بتسمعه وبتشوفه بتبتدي تسال وتناقش عليه وبتطبقه بشكل عملي، انت كده بتكتسب حاجتين، المهاره والمعرفه. والنقطه الاخيره بقى اللي انت بتدرسه الاخرين، انت بتكتسب اتقانك للماده العلميه ديت. دولت خمس مبادئ تقدر تلخص بيهم الاكتف ليرنينج ده اللي هو قايم على حضراتكم بالمقام الاول. مش هيكون في اند بروجكت في المشروع، هيكون
في فاينل اكزام. انجاز التعبير بصوا كده، لو الكورس كانت نسبته 100% 20% على الفاينل اكزام من درجه الكورس، 40% على الهوم ورك التكليفات اللي هتتسلم حلقه بحلقه، ال 40% الباقيه على البيهيفيور الحضور والغياب وعلى تفاعل مع الناس بقى وانها تساعد بعض او كده جوا الفصل الافتراضي. يلا بينا نروح نشوف ازاي نسجل على بي اتسكولوجي. يلا بينا شباب. شباب هندخل على طول على الموقع، هو www.psychology.com. لو عملت سيرش على جوجل هيكون موجود اللينك كده كده ان شاء الله باذن الله هينزل في الايفنت بتاعنا على الفيسبوك. وجاست هنبتدي نعمل ساين اب علشان نبتدي نسجل حساب جديد. ساين اب انت تبتدي تسجل كستودنت، فعشان كده هيطلب منك الاكسس كود للكورس اللي انت عايز تدخل عليه. الاكسس كود ده ان شاء الله باذن الله انا هعمل له كوبي هشيره باذن الله على الايفنت، تبتدي تعمل بيست وكونتينيو وتبتدي تكمل الداتا بتاعتك الفيرست نيم واللاست نيم والايميل والقصص دي، تبتدي تعمل ريجستر في الاخر. بعدين هيبتدي يبعت لك رساله على الميل عشان تعمل الفيريفيكيشن. بعد ما تخلص التسجيل بتاعك هتبتدي تعمل لوجن وتدخل بالميل والباسورد اللي انت كنت مسجل بيهم. انا سجلت يعني وحاول ادخل جوه، هتلاقي جوه الكورس بتاعتك الكورس اللي احنا شغالين عليه اسمه اونلاين ويب ديزايننج اند ديفلوبينج بيزك ستيرنج كورس يوزنج سي اس اس 201 السكشن الاولاني. ده المكان اللي احنا ان شاء الله باذن الله هنتقابل فيه بشكل افتراضي علشان نبتدي نطرح اسئلتنا ونبتدي نتعامل مع الماده العلميه. كل اللي انا عايز اطلبه من الناس دلوقتي انها بس تعمل ساين ان على ال او تبتدي تدخل جوه الرابط ده وتبتدي تعمل اكسسنج على الحلقه ديت علشان نبتدي نجمع اكبر قدر ممكن من الناس اللي هتبتدي ان شاء الله باذن الله معانا الكورس. منتظر اسئله واستفسارات حضراتكم يا شباب. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.